الموضوع بعيد جدا جدا. لكن خلينا نخرج لمداخلة مهمة قبل ما نستعرض جدول الترتيب، خلينا نخرج لمداخلة مهمة. كابتن عبد الوارث، محمد عبد الوارث مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي. كابتن عبد الوارث مساء الخير. مساء الخير يا كابتن عوضي، أخبارك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله تمام. طمنا، بعد 7 مباريات النادي الأهلي تقول إيه بعد 7 مباريات في دوري المحترفين عن النادي الأهلي؟ والله أول حاجة إحنا 7 مباريات كان عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا. بالظبط. كمية إصابات غير طبيعية حصلت من قبل ما نبدأ الموسم. كان عندنا فيه 7 أو 8 لعيبة تقريبا مصابين. وكلهم عناصر أساسية. والحمد لله إن هم بدأوا يرجعوا دلوقتي إن شاء الله في بداية رجوع الدوري تاني إن شاء الله يوم 31، إن شاء الله الفريق هيبقى متكامل. عندنا محمود فايز وهم لسه ما نزلوش أرض. محمود فايز لسه كان بداية الموسم هو وممدوح طه كانوا لسه لغاية دلوقتي ما نزلوش. إن شاء الله هيبقوا متواجدين إن شاء الله من أول الشهر من 31. وحصل عندنا إسلام برضو كان من أول بداية الموسم. بالظبط. قبل ما نبدأ برضو كان جاله إصابة قوية في أنكل رجله. ولازم تقريبا معانا اخر ماتشين وشارك بنسبه بسيطه جدا قدرنا نطمن عليه. عندنا برضو يوسف معرف كان برضو حصل مشكله برضو كان عنده اصابه برضو في انكل رجله. وعبد الرحمن فيصل طبعا في ماتش اليوبلس جاله كسر في الصباع ايده الشمال. وعصام الطيار برضو حصلت من اصابه كان في التمرين في المنتخب جاله حاجه برضو اصابه في الركبه الغضروف ناتش بالغضروف. طبعا كل الحاجات دي اثرت علينا بس الحمد لله كان موجود باقي الفريق قدروا ان هم يسدوا المكان. وده اللي احنا متعودين عليه منهم طبعا رجاله كلهم. الحمد لله قدرنا نعدي الجزء الاولاني ده وان شاء الله بعد رجوع الاصابات ان شاء الله نبدا نبان بشكل كويس نبدا نبين مستوى الفريق ان شاء الله. بكلمك بصراحه شديده، جمهور النادي الاهلي تقريبا اكتر فرقه بيتكلم عليها في السوشيال ميديا هي فريق كره اليد. مظبوط، اكيد انت عارف ده كويس. طيب انا شايف ان وجهه نظري او انا بسالك السؤال الموضوعي او السؤال الحقيقي، عندك 9 لعيبه في منتخب مصر من اصل 18 لعيبه، يعني عندك 50% من قوام الفرقه داخل منتخب مصر. تقول ايه على 9 لعيبه داخل منتخب مصر؟ طبعا دي حاجه طبعا كويسه لينا بس في نفس الوقت برضو احنا بنعاني منها في موضوع التدريب. طبعا هم عناصر كويسين جدا مهمين جدا في المنتخب. دي حاجه طبعا بالنسبه لهم وبالنسبه ان احنا نبقى عندنا 50% من الفريق موجود في منتخب مصر ومن القوام الاساسي، دي طبعا دي حاجه تشرفنا، دي حاجه نبقى مبسوطين منها. بغض النظر طبعا ان دي بتاثر علينا بالسلب طبعا في التمرين، ان احنا نبقى نص اللعيبه مش موجود عندنا. احنا مش عارفين نطلع كل الشغل بتاعنا في التمارين في الفريق، بس الحمد لله يعني دي حاجه ان شاء الله يعني باذن الله تبقى حاجه ايجابيه للفريق. ايجابيه اكيد اكيد، حاجه ايجابيه. طبعا طبعا. طيب. حاجه ايجابيه بالنسبه لنا جدا جدا يعني. كويس. عمر حجاج سافر الدوري الاماراتي في يناير اللي جاي، هنحط حد مكانه ولا ايه بالظبط؟ اكيد احنا شغالين ان شاء الله على الموضوع ده، بس طبعا احنا الفتره دي مش هنقدر نجيب اي حد غير لازم في انتقالات يناير. عشان نقدر ان احنا نشوف مين اللي هيبقى متاح معانا. دي برضو خطه كابتن عمر طبعا وكابتن يحيى وكابتن اولى موجودين، كلنا بندور وبنشوف مين الاصلح هيبقى موجود في المكان. وان شاء الله احنا في كذا اختيار قدامنا وان شاء الله نقدر نجيب يعني المكان الناقص ان شاء الله ان احنا ندعم بيه الفريق يا رب باذن الله. لكن طمنا على حجم المنافسه في المرحله اللي جايه مع الفرق، شايفينها ازاي من وجهه نظر الجهاز الفني؟ طبعا الموضوع صعب مش سهل طبعا. موضوع ال 18 لاعب ده عمل اشعل الدوري زي ما بنقول. بقى تقريبا كل ما فيش فريق ضعيف، كل المنافسات قويه. احنا ان شاء الله بقى شغالين كويس قوي على الموضوع ده، وصلنا لكام نقطه كده ان احنا نقدر نحل بيها الفترة الجاية وإن شاء الله ما يبقاش فيه عواقب إن شاء الله. بإذن الله يا كابتن محمد، ويا رب بإذن الله التوفيق ليكم في المرحلة اللي جاية. كل جماهير النادي الأهلي منتظرة فريق كرة اليد رقم 1 في النادي الأهلي بإذن الله. هنبارك لكم
على موسم إن شاء الله يكون موسم قوي جدا لفريق كرة اليد.